في منتجع ما شاء الله تبارك الرحمن في تقريبا ثاني أعلى قمة في, في, في الشفا، إن كنت ماني مخطي. والله مكان يرد الروح صراحة، لكن يبيله جمع، يبيله ناس كثير لأن المكان كبير جدا. اللي حاب يزوره الله يرزق صاحبه. مرة صراحة المكان كبير، يعني اللي بيزوره أنا أقول يجيب الجمل بما حمل، يجيب العائلة كلها. حتى هناك فوق شوفوا في القمة على هالإطلالة كرفانات تقريبا للنوم اللي بيريح فيها، ما شاء الله والمكان.